اهتفوا وعيدوا، اهتفوا وعيدوا، القدس لنا ولا لخيرنا ولا لخيرنا ولا لخيرنا. رغم أن العالم العربي والإسلامي يغلي بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس والتوقيع على أن الأخيرة عاصمة لما تسمى بدولة إسرائيل، إلا أن زعماء الخليج لا يزالون غارقين في ملذاتهم وكروشهم واستعراضاتهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فقد زار الحاكم الخليفي إحدى المقاهي في إحدى مناطق البحرين ليتمظهر أمام الرأي العام أنه بين شعبه، إلا أن بعض التدقيق يفي بكشف هذا الزيف، حيث يلتف حول الملك الخليفي عدد كبير من ضباط جهاز الأمن بلباس مدني خوفا من نقمة الموجوعين من نظامه وما أكثرهم. الخليفي يرى أنه يجب أن يفرح في هذه الأوقات رغم استباحة القدس والغليان الكبير في نفوس شرفاء الأمة، وكيف لا وقد فضح اليهود أنفسهم العائلة الخليفية في إصرارها بالتواد والمحبة للدولة الصهيونية. فقد قال الحاخام أفراهام كوبر رئيس مركز شمعون روزنتال في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في حديث نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية سبتمبر الماضي عن حديث دار بينه وبين الملك الخليفي بشجب واستنكار الأخير لأي عربي لا يريد التطبيع مع إسرائيل. هذه الفضيحة تعاضدها الكثير من الفضائح الكاشفة عن علاقة الخليفيين بالإسرائيليين، وكما ذاق الإسرائيلي مرارة الهزيمة فلن يكون الخليفي وهو يرجو اللذة في شرب قهوة هنا أو هناك لذة عيش ما دام النبض البحراني يضخ في شرايين الثورة الحياة. This king loved Jews. Therefore, he asked the Jews living in Bahrain to request Jews living in Israel to return.